البدايه والفكره بعد ما شفت نهائي امم اوروبا بين تركيا وانجلترا للامبوتي فوتبول اصحاب القدم الواحده، اكتشفت لينا رياضه رسميه ليها كاس امم افريقيه، ليها شامبيونز ليج، ليها كاس عالم، بس اللعبه ما كانتش معروفه في مصر، اللعبه كانت لسه حديثه. بدأت أتكلم عن الفكرة من خلال دعوة على الفيسبوك وجهتها لجميع الشباب اللي تنطبق عليهم شروط اللعبة. قلت يا جماعة في رياضة رسمية لينا لكرة القدم وعايزين نشتغل عليها ونطورها، وبدأت أول إيفنت بتسعى لعيبة لحد ما وصلنا دلوقتي 140 لاعب من جميع محافظات مصر. لقطة بعد انتشار صورة الشقلباز الشهيرة، فرحة تأهل مصر لكأس العالم بعد محمد صلاح ما أحرز الهدف، والصورة هي كانت البوابة والنافذة ان نشوف الفيديو بتاع نهائي امم اوروبا، وان احنا نشتغل على الفكرة وابدا اسسها في مصر. في رسالة حابب اوجهها للكابتن احمد شوبير، احنا نفسنا ان حضرتك تعلق على ماتش لينا في اون تايم وماتشنا يتذاع. احنا ان شاء الله في شهر 11 هيبقى عندنا منافسات مع منتخبات دولية، منتخب بلجيكا او منتخب ايطاليا ومنتخب نيجيريا او منتخب تنزانيا اللي هو مستضيف بطولة كاس الأمم. فأنا بوجه لك رسالة كابتن أحمد شوبير، إحنا نفسنا أن أنت تعلق على ماتش لينا رسمي، وزي ما قلت أنا نفسي نجوم الدوري المصري كلهم يدعمونا. يا جماعة إحنا مش محتاجين دعم مادي، إحنا محتاجين دعم معنوي شجعنا وحفزنا. في 16 فريق هيشاركوا في بطولة أمم أفريقيا اللي جاية دي، فاحنا لما ابتدينا نتفرج على المنتوشه لقينا الناس بسم الله ما شاء الله يعني قوه بدنيه جامده زي الاسواق بالظبط، عندهم قوه بدنيه جامده جدا وناس عندها يعني اكسبرت بتمارس قبلنا. احنا يعتبر احنا اول مشاركه، بس احنا الحمد لله يعني عندنا اصرار ونقدر نعمل حاجه يعني باذن الله ان شاء الله. مين احسن حارس في مصر دلوقتي؟ في مصر دلوقتي الشناوي بلا منازع، الشناوي اهلي بلا منازع طبعا. انا يعني نفسي اتصور معاه طبعا، ده رقم واحد. رقم اثنين عايز الجوانت بتاعه طبعا، ده شرف ليا. لعيبه طبعا يعني بيتمرنوا على جمل وبيتمرنوا على الفتنس وبيتمرنوا في ومعاهم حتى كمان دكتور يعني لياقه بدنيه ومعاهم دكتور علاج طبيعي، علشان موضوع الجيم والتاهيل بتاع الفتنس ده مهم جدا بالنسبه لهم. هم ما كانوش واخدين قوي على كده، هم كانوا طول عمرهم بيلعبوا كوره ومعاهم مدرب، كان في تمرين فتنس بس مش بشكل بروفيشنال لدرجه ان هو يلعب في بطوله رسميه يعني، لكن الوضع تماما اتغير في الفتره اللي احنا فيها دي في المعسكر يعني.